يعني هناك اختلافات موجودة بيننا وبين الديمقراطي، لم نعد نشترك في مثلا على الأقل سياسة خارجية، يعني عندما نتحدث مع أخوتنا الآخرين هناك خلافات موجودة داخل البيت الكردي، هناك تراشق إعلامي موجود، هناك محاولات لخلق أزمات، هذا كله موجود. يعني أتحدث بصراحة، يعني هل تستطيع حضرتك أو الأخوة المشاهدين أن ينكروا يعني وجود مشكلة؟ لذلك الجو أنا ما أقصده سابقا عندما كان البيت الكردي موحدا كانت الأمور مختلفة، يعني وهذا ما أقصده، يعني كانت ربما أن يكون أكثر تأثيرا الزيارة، يعني هذا الموجود، يعني حتى الفرقاء السياسيين الآخرين يلاحظون وجود هذا الانقسام الموجود داخل البيت الكردي، نعول على وحدة البيت الكردي ولكن على حساب العلاقة المتكافئة والمتوازنة.